السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سامر البقشي، واليوم نقدم لكم منتجات موقع manukahoneyhairs.com، متجر سامر البقشي وشريكه محمد البقشي. طبعا عندنا العسل التركي للمتزوجين، في عندنا 6 حبات سعره 200 ريال، واللي ياخذ كمية له خصم. UMF 10 175 ريال. عسل المانوكا من شركة وادي 300 ريال. كيفا UMF 20 400 ريال. 650 UMF 24 MGO 1220، آخر علبة لا تفوتكم. 250 ريال UMF 5 نص كيلو. 300 ريال ويدر سبون كيفكتر 16، آخر علبة، آخر علبة UMF 15 ب 350 ريال. عسل المانوكا مع الليمون والبرتقال والعنب لرفع المناعة مع فيتامين سي. عسل المانوكا 15 حبة ب 75 ريال وتوفر 9 علب. 150 ريال قوة الرجال الجنسية. طبعا هذا المنتج جديد، أول مرة نجيبه عندنا. يحتوي على كل المقويات الجنسية المعروفة، من عشبة الأوديم أوبيديوم اللي هي هورني جوت ويت اللي هي عشبة التيس الهايج، وأيضا ميورا بوما والماكا وانتو عارفينه، وتريبل ستريترس لرفع التستيرون في الجسم، وباناكس وديمينا وجينكو بيلوبا وسين. طبعا كل هذه المكملات، هذه العلبة تكفي كم حبة قبل النوم؟ هذه تكفي 120 يوم ما شاء الله. اللي عندهم سرعة قذف، الكابا كابا ممتاز. اللي عندهم توتر يبون ريلاكس، عندهم مشكلة قذف، الكابا كابا متخصص في الموضوع. العلبة 150 ريال. سوبرولينا 150 ريال. أشواغندا 100 ريال. غارسينيا كمبوجيا العلبة 100 ريال. فيتامينات للأطفال 100 ريال، للحوامل 100 ريال، للنساء فوق 50 100 ريال، الرجال فوق 50 100 ريال. العلبة هذه نوعية جديدة للرجال ب 150 ريال وللنساء ب 100 ريال. ستون بريكر لتدمير الحصى في الكلى ب 250 ريال، آخر علبة. الرويال جيلي مع العكبر ومع لقاح النحل ب 125 ريال. الكلوروفيل ب 100 ريال. الساوبلاميتو اللي هو هذا للبروستاتا، ساوبلاميتو مع زيت القرع ب 100 ريال. الساي لإزالة الوزن الزايد ب 100 ريال. الكلوريلا ب 150 ريال. اللي يبون تنظيف صدرهم، هذه العشبة معروفة، عبارة عن نوعين، عشبتين اللوبيلا والمولن. هذول مع بعض لو استخدمتهم راح ينظف صدرك، للمدخنين اللي توقفوا على التدخين، تنظيف الصدر من الشوائب ويرجع رئتك جديدة. طبعا هذه خلطة كريستوفر، دكتور كريستوفر معروفة منذ القدم، ومتوفرة عندنا العلبة بمية ريال. دكتور كريستوفر أيضا يقدم الكريم للمفاصل والأعصاب. هذا الكريم، هذا العلبة بمية ريال. وعندنا أيضا مجموعة الأعشاب للمفاصل والأعصاب بمية ريال. هذه لحالها بمية وخمسين، لو شريتها مع هذا بتصير بمية ريال. مية ريال مية ريال. عشبة القديسين بمية ريال، المورينجا مية ريال، جينكو بيلوبا مية ريال، العلبة الصغيرة الأوميجا 100 ريال، والكبيرة 150 ريال. الكريم التركي إلسيل 175 ريال، وإذا تشتري علبتين تطلع العلبة 150. صابون الأفريقي ب 40 ريال. صابونة البابايا وجوز الهند ب 40 ريال. صابونة الأفوكادو والألاي اللي هو الصبار ب 40 ريال.
أيضا لدينا عشبة الستيفيا العضوية ب150 ريال العلبة. أيضا لدينا هنا 30 ريال اللي هو مزيل العرق، متوفر منه 6 علب، وب30 ريال أيضا متوفر معجون الأسنان بدون الفلورايد، وهذا من دون ألمنيوم. طبعا الأسعار هذه من غير الضريبة 15%، فلحقوا قبل ما ترتفع الضرائب. احنا خلاص يعني بدينا شهر 7 ولكن من غير ضريبة، كل الأسعار هذه بالأسعار القديمة يا شباب، لا يفوتكم. فالله يعطيكم العافية، معاكم سامر البقشي، رقم جوالي 0506908466. الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.